السلام عليكم يا احلى متابعين، شايفين كم الانتاج اللي طلع من معلقتين النشا؟ هنكرر الفيديو هنا بس بسرعه شويه، معلقتين نشا، معلقه غيره، وربع معلقه زيت بيبي او زيت طعام، اي زيت نباتي، ما نكترش عن ربع معلقه، يعني ما نكملش كمان نص معلقه، ونقلب كويس قوي. لو لقيتها محتاجه لغيره بحذر شديد، ولو محتاجة النشا برضو سايلة منك بحذر شديد جدا، هي المقادير دي مظبوطة قوي 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 عليها لحد ما توصل للقوام بتاعنا ده. انا جربت طرق كتيرة بس الكمية القليلة دي اللي نفعت معايا الصراحة. هنا الفازلين بلفها بيه وبشيلها في كيس لمدة ساعتين قبل استخدامها، ونبدأ بعدها ان احنا نشكلها زي ما شفنا الانتاج الرائع ده. جبت حتة ازاز من برواز قديم عندي، وجبت قطعة العجينة وفازلين على الإزاز كده، ممكن نشكلها وهي بيضة زي ما احنا شايفين ونقطعها. بس بنصحكم لونوا العجينة الأول قبل تشكيلها، إلا إذا كان الإنتاج اللي هتعملوه محتاج إن هي تبقى بيضة في الأساس. هنا عملتها على شكل نجمة، دي قطعات الصلصال بتاعت الأطفال، ممكن نستخدم قطعات أي قطعات عندنا في المطبخ زي ما هنشوف كمان شوية بتنفع معانا. العجينة جميلة قوي في استخدامها، لازم سطح مسامي تتحط عليه زي الاسفنج، ما ينفعش اسيبها تنشف او تتجفف على ورق، لازم اسفنج علشان خاطر تتجفف، ونقلبها كل شوية. دي الوان بودر بجيبها من عند العطار او من عند بتاع الحداد والبيات لو موجودة عنده بودر. وهنا براعي ان انا بحط فازلين في كل خطواتي عشان العجينة ما تلزقش معايا. دي ده لون الاحمر، ممكن في ناس بتسميها الوان اكوا، وفي هي عند العطار اسمها الوان طعام. خدت اللون الاحمر مع الاصفر وعملت اللون الاورنج كده، طبعا اللعب بيها كتير قوي، التشكيل بيها خرافي رائع جدا. اللون الاورنج هنا والاحمر والاصفر، هاخد شوية من الاحمر مع الابيض يعمل لي اللون البينك. ممكن نلونها بألوان مش البودر بس، ممكن كمان بألوان مية. هنا بوريكم ازاي نعمل خرزة. عملت كورة كده ودخلتها في عصا شيش طاووق كده وزبطتها، وحنشفها على العصا ديت علشان خاطر شكلها ما يغيرش. ممكن نحطها على الاسفنج عادي، بس نراعي ان احنا كل شوية نقلب الاشكال اللي احنا حطيناها عشان تنشف. وهنا ثبتها على علبة دواء كده، دخلتها فيها وثبتها، وبالقطع عملت شكل الاستروبري كده، وبشيل الزيادات. وبعد كده بعمل التأثيرات بتاعت الاستروبري، الخروم اللي بتبقى عليها اللي هي شكل البذور بتاعتها، وبعدين بعمل خرم على مساحة قريبة من الطرف كده عشان استخدمها بعد كده في ان انا اعمل لها ميدالية. دلوقتي هشكل معاكم شكل الوردة البلدي. هنا لقيت العجينة نشفت مني شوية عشان هي برة مش محطوطة في كيس مش مقفول عليها، فحطيت نقطة غير أبيض، وبعد كده حاجة بسيطة من الفازلين، وحبدأ أعمل كور صغيرة. الكور ديت نراعي إن هي تكون مقاس بعض قد بعضها كده في المقاس، بعمل كور صغنون عشان هعمل شكل وردة بلدي. هنا بفردها بين صوابعي كده، تعمل طبقة رؤياء قوي، وبعدين أبرمها بالطريقة ديت، واجيب الكرة التانية وافردها كده بين صوابعي، بضغط عليها تبقى بالشكل ده، والفها عليها برضو، وابدأ كده اكرر الشكل ده لحد ما اوصل للنموذج بتاع الوردة البلدي اللي محتاجاله. مش عايزة اقول لكم الشغل، عجينة السيراميك رهيب وجميل جدا. الوردة دي ممكن نستخدمها كبروش كده، يعني بعد ما تخلص وتنشف ألزقها على دبوس، تبقى بروش للطرحة، دبوس كده للطرحة. شايفين احنا بنعمل ايه؟ بنحط الورقات بشكل تبادلي كده قصاد بعضها علشان خطر اجيب شكل الوردة البلدي الطبيعي. يا رب يكون الطريقة واضحة قدامنا. من هنا بقص الزيادة اللي تحت عشان تبقى زيادتها عدلة، وممكن ازود عليها كمان ورقات كمان. المهم هعمل بقى اللون الاخضر دلوقتي، واعمل لها الورقات
بتاعتها وبلزق الورقات الخضره ديت بالغيره برضو، يعني ما اعمل تشكيل شكل الورق بلزقه فيها بالغيره. هنا اخدت اللون الاصفر وعملت بالقطاعه شكل نجم وعملت لها خرم عشان اعملها ميداليه. هنا دي الوان ميه، هعمل اللون الاسود. الوان الميه برضو تنفع في تلوين العجينه، عجينه السيراميك، بس الوان البودر احلى كتير في التلوين لانها مش بتبهدل الايد كده. ده اي شادو قديم عندي، هاخده وهعمل اللون الازرق لان انا محبتش. انا كان ممكن اعمل الازرق من الوان الميه بس البودر جميل زي ما قلت لكم. خدت شويه من عجينه الزرقاء مع شويه من العجينه الصفراء، قطعه كده وقطعه كده، عملت اللون الاخضر. هنا اللون الاخضر ده هعمل منها حاجات تانية طبعا هشتغل معاكم دلوقتي. هنا عندنا الأحمر والأخضر والأورنج والأصفر والأزرق والأسود والبينك، البينك أبيض وأحمر كده عملنا البينك. هنا الأخضر أهي خدتها وفردتها كده، عملت لها رول بمسطرة وضغطت عليها عشان تبقى سطحها متساوي، وبسلاح قطر قطعتها، عملت سمك الخاتم اللي أنا محتاجاله، وعلى قلم كده من اقلام السبوره وقصيت الزياده وبنقطه غيره ولزقت الطرفين في بعض، وبقعد امسح فيها كده فوق وتحت وفي الجنب بحيث ان اسيحها على بعضها كده ما يبانش الايه الفاصل، وهي زي ما هي على القلم، وابدا اظبط الحروف بتاعتها علشان ما تبقاش متطبقه. بعد كده اهو كده الخاتم عندي جاهز. هعمل شكل دايرة او شكل هنا هعملها على شكل ضفدع، فعملت شكل الوش بتاع الضفدع والعينين بتاعته كور بيضة كده، وكل حاجة عايزة احطها والزقها على العجينة بحط لها نقطة غيرة ابيض. هنا ادي شكل الخاتم بتاعنا، هسيبه ينشف دلوقتي. هنا عملت رول تاني على رفيع، عم قطعته 3 قطع، عملته رفيع قوي علشان خاطر عايزه اعمل خاتم بس على شكل ضفيره. هنا ثبتت الطرف بنقطه غيره، وهمسك الثلاث رؤى رفيعين دولت واعملهم ضفيره كده، اضفرهم زي ما بعمل الضفيره بالخيط عادي خالص. وبرده هاخد المقاس، بصوا لما اجي اخد المقاس على ايديا باخد عند العقله اكبر حجم في الصباع. هنا القلم ده كان مناسب للمقاس فعشان كده بقيس عليه، وبحط طبعا عند النهايات بتاعتها الغيره الابيض، وابدا اثبت الاطراف ديت عشان خاطر تتلحم في بعضها. ما شايفين هنا بتدخل بكل سهوله اهيت، وهسيبها تنشف برضو على الاسفنجه. شايفين الاشكال، كل دي اشكال معموله بالمعلقتين النشا ومعلقه الغيره. دي قطعت بسكوت احتجت للاشكال بتاعتها في ان انا هطلع زخارف بستخدمها في اعمال فنيه تانية زي عمل فانوس او عمل صندوق او اي اشغال فنيه هبقى ان شاء الله هعرضها لكم على القناه قريب باذن الله. بصوا الشكل الزخرفي ده يتلزق على اي عمل فني، ممكن اطلع منها ورده، اطلع واحده كده تنفع. شايفين اللون البني ده، هنا ده الورده ديت جبتها من الجزء اللي في النص، بقص بمقص الزيادات. العجينة سلسة جدا في الاستخدام وسهلة قوي وممتعة بجد، اي حد هيقعد يشتغل بيها مش هيبقى عاوز يخلصها ولا بيزهق منها. هنا جبت اللون الاخضر على الاحمر وعملت لون بني، وجيت على الزاوية بتاعت الشكل ده عجبني الزخارف ديت، رحت قصة زيادة وطلعت الشكل ده عجبني قوي، قلت بس ده ينفع سلسلة، وجبت له المسمار ده بيتباع عند محلات الخردوات، حطيت عليه نقطه غيره ودخلته جوه العجينه وهي لسه طريه. شايفين هسيبه بقى ينشف عادي، دي هتبقى متينه جدا وخلاص بقت الحلقه بتاعتها. ممكن نعمل كل الاشكال بالطريقه بتاعت المسمار ده ورخيص مش غالي. هنا دي ورده زرار كده على شكل ورده، اخدت قطعة من العجين وهستخدم القطعة دي بعدين كاسطمبة للعجينة علشان لو حبيت اعمل شكل الزرار ده اعمل وردة بس بالسيراميك، فغرستها جواه وعملتها كده. هنا بعمل خاتم تاني بنفس طريقة الخاتم الاولاني، بس كبرت المقاس شوية وعملته على
الجلوده وبثبته برضو اوصله في بعضيه بالغيره كده وبظبطه هنا. وبعدين هاخد بقى ايه طرف المقص كده واعمل خطوط عليه كده مؤثرات عليه بحيث ان يبقى فيه زخارف عليه كده بالايه المقص بغرزه بس كده فيه. بعدين هسيبه ينشف هو كمان على الاسفنجة. هنا ده الخرز اللي انا عملته بألوان المية. ممكن ألون العجين اللي انا اشتغلت عليه وهي بيضة بس احلى شيء اننا ما نتعرضش اننا نلون العجينة اننا يعني نلون عجينة بعد ما تنشف، لا اننا اعمل العجينة نفسها باللون بتاعها وابدأ اشكلها وهي متلونة، مش ان انا اجيب الوان واقعد الون بعد ما ايه اخلص الا اذا كان التصميم عايز كده. هنا الاستروبري هنا اخدت قطعه من العجينه الخضراء وعملت لها الجزء الاخضر بتاعها من فوق، وديت من العجينه الخضراء برضو بس الدرجه دي غير الدرجه اللي عملت بيها الضفدع. الدرجه دي انا عملتها بالوان الميه، حطيت برضو شويه الوان ميه كده على العجينه البيضاء وايه وخلطتها وطلعت بالشكل ده. وهعمل برضو خاتم للضفدع بس بشكل تاني غير اللي اتعمل، بنفس الطريقة بلزقها بالغيرة هنا بالفرشة كده وبقعد ايه امشي الفرشة وصباعي عليها كده واروح واجي عليها لحد ما يتسيح الفاصل ده ما يبقاش باين. بحط بقى العيون كور صغننة كده واضغط عليها. اهم شيء كل ما اضيف قطعة فوق القطعة اللي انا بشتغل عليها لازم احط لها غيرة ابيض عشان تمسك في بعضها كده. ممكن ألون بالأكلادور، ممكن أحط ورنيش مائي زي اللي احنا شايفينه وأغطي الأشكال بتاعتي، وممكن أستخدم الأكلادور الشفاف في إن أنا أغطي الخواتم مثلا وأغلفها كده علشان خطر المية، لأن العدو اللدود لعجينة السيراميك هو المية. دي فواصل بتتباع برضو عند محل الخردوات، بحطها كده للأشكال من الخرم بتاعها. وبعدين بركب الميدالية، شايفين الميداليات بتاعتنا طلعت جميلة قوي. ده خاتم برضو بلونه بالأكلادور، كنت عاملة أبيض بس بعد كده أنا خلاص اتعلمت إن أنا لون العجينة قبل ما استخدمها علشان خاطر الألوان ديت بجد ما بتبقاش حلوة، ممكن تتخربش ما يبقاش النتيجة حلوة. شايفين جمال الإنتاج بتاع عجينة السيراميك، جميل جدا. طبعا احنا لسه مبتدئين وبنبتدي مع بعض، مش محترفين في عجينة السيراميك زي ناس ما شاء الله عليها. ان شاء الله هتبقى دي بداية الاحتراف بتاعنا. شايفين الشكل اللي قلت لكم عليه ينفع يبقى سلسلة، دي الخواتم اللي نفذناها ودي الوردة. بجد انا فرحانة قوي بالانتاج ده. نشوفكم على خير في الفيديو القادم، يا رب يكون عجبكم، مع الف سلامة.